السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس اليوم، درس الانحدار الخطي البسيط، تكلمنا عن مفهوم الانحدار الخطي البسيط وماذا نقصد فيه وكيف نحسب معادلة خط الانحدار أخذناها في الدرس السابق وأخذنا المثال الأول، وأتمنى أن الجميع يكون حل معنا فقرة تحقق من فهمك، حتى اليوم راح نحلها مع بعض بس ودي أن الجميع يكون والله جرب يحلها بيده حتى ما يواجه صعوبة أثناء الحسابات ان شاء الله في الدر... في هذا الدرس نتمنى لكم دائما وابدا متابعه طيبه اذا فاتك الدرس الماضي ضروري ترجع له على قناه عين في اليوتيوب ستجد جميع الدروس باذن الله تعالى مسجله اكتب اسم الدرس واكتب مسار اداره الاعمال ستجد باذن الله تعالى شرح وافي للدرس السابق نبدا على بركه الله بتذكر ماذا سناخذ في هذا الدرس اخذنا الانحدار الخطي البسيط واليوم ان شاء الله راح ناخذ فكرة التنبؤ من خلال معرفتنا لمعادلة الانحدار الخطي البسيط تكلمنا أنه عندنا دائما نوعين من المتغيرين عندي متغير مستقل ونسميه X وعندي متغير Y اللي هو المتغير التابع المتغير التابع فأنا عندي متغير X اللي هو مستقل والواي هو المتغير التابع بعد ذلك أخذنا معادلة الانحدار الخط البسيط وقلنا انها دائما تكون على شكل معادله خط مستقيم واخذنا هذه المعادله حيث ان الام تمثل ميل الخط المستقيم وتعطى بهذه العلاقه من خلال جدول البيانات والبي هي تعتبر المقطع واي أو أين ستقطع الدالة محور واي وتعطى بهذه به العلاقة اللي هي واي بار ناقصا ام اكس بار يعني أخذ متوسط الوايات ناقصا الميل في متوسط الاكسات <applause> ماذرة الآن نشوف فقرة تحقق من فهمك يلا قالك إذا كانت اكس هي أسعار استيراد كمية الزجاج المسطح بالطن المقابلة لواي التي تعبر عن مقدار التكلفة بالريالات فبالتالي كلما زادت كميه الزجاج طبعا حتتغير التكلفه بالريالات فالاكس هنا نلاحظ انه يعتبر متغير مستقل والواي هي متغير تابع يتبع ذلك الان نريد كتابه معادله خط الانحدار البسيط لهذه البيانات ونفسر العلاقه بين المتغيرين لاحظ معي يا اخي الكريم انه اذا كان عندك هذه عناصر الاكس فنبغى نجمعها مع بعض يلا نستخرج الان الآلة الحاسبة ونحسب مع بعض مجموع عناصر الإكس، فنقول ثمانية زائداً أربعة زائداً خمسة عشر زائداً سبعة زائداً ستة، إذا مجموعها كم؟ مجموعها أربعين، إذا عناصر الإكس مجموعها أربعين، نجي للواي نجمع عناصرها أيضاً ثمانية عشر زائد أحد عشر زائداً تسعة وعشرين. زائدا ثمنطاش زائدا أربعطاش، وبالتالي مجموع عناصر الواي حتكون كم؟ حتكون تسعين بهذا الشكل، الآن سنضرب عناصر الإكس في عناصر الواي، فبضرب ثمانية ضرب ثمنطاش حتكون مية وأربعة وأربعين، أربعة ضرب أحدعش طبعاً أربعة وأربعين، خمسطاشر ضرب تسعة وعشرين حتكون أربعمية وخمسة وثلاثين بس نتأكد.

أربعمية وخمسة وثلاثين ومية وستة وعشرين وأربعة وثمانين هذه مجموعها كم حتكون ثمانمية وثلاثة وثلاثين ثمانمية وثلاثة وثلاثين وبعدين بربع عناصر الإكس يلا نربعها ثمانية تربيع طبعا حتكون أربعة وستين أربعة تربيع ستة عشر خمسة عشر تربيع ميتين وخمسة وعشرين سبعة تربيع تسعة وأربعين وستة تربيع ستة و30 نجمع البيانات هذه مع بعض بقول 64 زائدا 16 زائدا 225 زائدا 49 زائدا 36 فيطلع المجموع 390 390 يعني المثال هذا اخف ارقامه من المثال السابق فيعني ان شاء الله ما في شيء يصعب على المتميزين امثالكم نبدا على بركه الله باجراء الحسابات نبغى نحسب الميل فنقول الميل يساوي ان اللي هو عدد البيانات لاحظ هنا عدد البيانات عندك خمسة بيانات هذه واحدة ثنتين ثلاث أربع خمسة إذا عندنا خمس بيانات إذا بقول عدد البيانات ان في مجموع الاكس واي اللي هو مجموع الصف العمود الثالث اللي هو ثمانمية وثلاثة وثلاثين ناقصا مجموع الصف الأول اللي هو العمود الأول عفوا اللي هو 40 في مجموع العمود الثاني اللي هو كم التسعين على نفس الشيء عدد البيانات اللي هي خمسة ضرب مجموع الإكس تربيع اللي هو آخر عمود 390 ناقصا العمود الأول تربيع اللي هو 40 تربيع بهذا الشكل. نستخدم الآلة الحاسبة بس نأخذ الآلة الحاسبة العلمية حتى تسهل علينا كتابة المعادلات فأقول خمسة ضرب ثمانمية وثلاث ثلاثين ناقصا أربعين في تسعين هذا بالنسبة للبسط تمام نزل المقام خمسة ضرب ثلاثمية وتسعين ناقصا أربعين تربيع كذا تأكد بس معادلتي مكتوبة بشكل صحيح ان شاء الله انه مكتوب بشكل صحيح يلا نسمي بسم الله ونضغط يساوي طلع الناتج 113 على 70 يعني واحد فاصلة تقريبا واحد اذا الميل يساوي واحد فاصلة واحد اذا راح نقول الناتج هنا حيكون واحد فاصلة واحد وستين بهذا الشكل الان بعد ما حسبنا الميل نبغى نحسب عشان نطلع البي لابد البي طبعا احنا نعرف انها هي عبارة عن واي بار اللي هو متوسط الوايات ناقصا ام في اكس بار بهذا الشكل فانا ابغى اطلع الاكس بار والواي بار اولا فاقول الاكس بار هو مجموع قيم الاكس على عددها فمجموع قيم الاكس كم عندي في اول عمود هو 40 على عددها اللي هو 5 فيصير 8 هذا بالنسبه لمجموع قيم الاكس مجموع قيم الواي الواي بار هو سيجما وايات على ان فجمع الوايات عندي كم؟ 90 على عددها اللي هو 5 حيكون كم؟ حيكون 18 <applause> نوضح الخمسة لكم 5 تساوي كم؟ تساوي 18 الآن نعوض واي بار اللي هي 18 ناقصا الميل اللي هو 1.61 ضرب الاكس بار اللي هي كم؟ اللي هي 8 طبعا ايضا حستخدم الاله الحاسبه في حسابها فاقول 18 ناقصا 1.61 ضرب 8 بهذا الشكل حيطلع الناتج 5.12 5.12 بهذه الصورة خلاص طلعت أنت الآن زي ما قلنا في معادلة في معادلة الانحدار أهم شيء إني أطلع الميل طلعناه بأنه واحد فاصلة واحد والمقطع واي اللي هو خمسة فاصلة والله نسيت كم خمسة فاصلة عشر فبالتالي أعوض بس بقيمة هذه المعادلة وبالتالي قلنا دائما نكتبها على شكل واي ونحط فوقها ثمانية صغيرة نكتب الميل اللي هو واحد فاصلة واحد وستين في اكس اللي هو المتغير التابع زائدا المقطع واي اللي طلعناه اللي هو كم خمسة فاصلة خمسة فاصلة واحد اثناشر خمسة فاصلة اثناشر وتعتبر هذه هي معادلة الانحدار الخطي البسيط اللي إحنا أوجدناها، فأتمنى يعني كان المثال هذا أبسط شوية من المثال رقم واحد، شفنا تحقق من فهمك خمس عناصر وأسرع حقيقة في الحسابات. أتمنى الجميع أتقن اللي هو إيجاد معادلة الانحدار لأنه مهم جدا في الفقرة التالية لهذا الدرس اللي هي فقرة التنبؤ. ننتقل الآن إلى فقرة التنبؤ. فماذا نقصد بالتنبؤ؟ نقصد بالتنبؤ هو معرفة القيمة المستقبلية. إذا نحن نريد ان نتنبأ للقيمه المستقبليه للواي بناء على دراسه متغير كمي مستقل اكس فبالتالي انا راح اعطيك الاكس واطلب منك ايش؟ اطلب منك الواي فانت لو كان عندك معادله انحدار يعني خلنا ناخذ زي معادله الانحدار اللي تو مثلا لو قلت لك 1.61 في اكس زائدا 5.12 لو انا اعطيتك قيمه الاكس هل تقدر تطلع لي الواي ولا ما تقدر؟ تقدر عوض واحسب بس يعني ما فيها شيء صعب. وهذا نسميه التنبؤ اني انا تنبات بقيمه مستقبليه للواي بناء على تغير المستقل الاكس، فمثلا يمكن لمدير شركه ان يتوقع زياده في الطلب المحلي على منتج معين على اساس مبيعات الناتج المحلي الاجمالي، فبعد ايجاد معادله الخط اذا لازم انا اوجد معادله خط الانحدار البسيط يمكن استخدام هذه المعادله للتنبؤ بقيم واي باستبدال قيمه اكس المعطاه في معادله خط الانحدار البسيط ثم حساب القيمه المتوقعه يعني لما اكتب واي وفوقها ثمانيه صغيره فهذا مقصود فيه القيمه المتوقعه لواي هذا اللي انا اريد ان اصل له. خلونا نشوف المثال الثاني في هذا الدرس. معلش شركات مثال واحد او مثال اثنين. اذا كانت معادله خط الانحدار البسيط كمية الانتاج اكس بتكلفه واي بآلاف الريالات تعطى بهذه العلاقه. هذه المعادله اللي سوينا عليها جدول واشتغلنا طلعها لي جاهزه هو الان بهذا الشكل. قال لك استخدم هذه المعادله للتنبؤ بمقدار التكلفه المتوقعه في الحالات الاتيه وفسر تأثير قيمة الميل في هذه المعادلة. قال لك طبعا كميه الانتاج هي اكس الان كميه الانتاج هي اكس والتكلفه هي واي بهذا الشكل فالان لاحظ ان انت لو قال لك في البدايه قال لك عدم وجود انتاج لما يقول لك عدم وجود انتاج فمعناته الاكس كم يساوي؟ الاكس يساوي صفر فبالتالي راح نقول الان في الفقره ايه القيمه المتوقعه لواي حتكون 0.134 وراح اضع قيمه الاكس الان راح اضع قيمه الاكس زائدا 9.44 لاحظ الاكس في الفقره اي يساوي كم يساوي صفر يساوي صفر وبالتالي راح نقول ان لما تضرب انت 0.134 و... في صفر فهذا ما راح ياثر وبالتالي يعطيني الناتج صفر يعني هذا الحد كله بيروح وبالتالي راح يبقى لي كم يبقى لك 9.4 أربعة يعني لو ما كان عندك إنتاج فهذه ستكون تكلفتك بالريالات تكلفة إيش طيب هذه إذا كان ما في إنتاج طبعا أنت عندك أكيد رسوم تراخيص عندك أكيد استئجار مكان أنت صح أنك ما أنتجت ولكن طالما أن الشركة قائمة فبالتالي حيكون في مصروفات ثابتة لها وطبعا يعني شوفوا المبلغ حيكون 9000 مثلا و440 يعني هنا نقول 9.44 ألف ريال ألف ريال فبالتالي يعني ممكن نضربها في ألف وبالتالي حنحصل على 9404 أو 9440 طيب في الحالة بي قال لك كمية الانتاج كانت 50 كمية الانتاج كانت 50 فبطبق نفس القانون للقيمة المتوقعة فأقول صفر فاصلة واحد ثلاثة أربعة في إكس بتركها فاضية زائدا كم زائدا تسعة فاصلة أربعة وأربعين فبالتالي راح أقول إن قيمة الإكس هنا اللي بعوض فيها كم 50 وراح أحسب الناتج الحين فبقول صفر فاصلة واحد ثلاثة أربعة ضرب خمسين زائدا تسعة فاصلة أربعة أربعة حيطلع الناتج كم حيطلع الناتج ستة عشر عشر ستة عشر أربعة عشر بهذا الشكل طبعا ألف ريال حتكون تكلفة الإنتاج حتكون 16140 يعني ممكن نحسبها نضربها في 1000 تصير 16140 او هنا مثلا نطلع 9440 يعني بهذا الشكل ريال، يعني ممكن نكتبها بهذه الصوره، طبعا هنا احنا طلعنا تنبؤ لكن تاثير قيمه الميل، لاحظ ان الميل هنا منخفض، الميل منخفض فبالتالي يعني لو انت زدت الانتاج بشكل كبير ما راح يعادل انت لاحظ لو ما انتجت شيء حتدفع 9440 فبالتالي طالما ان الميل منخفض فانت ممكن تزيد الانتاج وما راح يزيد كثير في التكلفه ليش لان الميل هنا 0.14 و فبالتالي يعتبر ميل صغير جدا يعني ما ياثر كثير على الانتاج، لو كان الميل مثلا اثنين ولا ثلاثة لا حيكون قيمة الانتاج حترتفع أكثر من المصروفات الثابتة، لكن أنت الحين متكلف 9000 ريال خسائر بس هذه وأنت ما بعد أنتجت. فبالتالي لاحظ أنت لما أنتجت 50 زادت التكلفة إلى 16 يعني ما زادت كثير ومع ذلك في إنتاج يعني 50 وحدة من الكمية المنتجة. نشوف تحقق من فهمك أيضاً. لهذا المثال اعتقد ايضا ان في خطا هنا بتحقق من فهمك اثنين معليش قال اذا كانت معادله خط الانحدار البسيط لانتاج ماده الاسفلت بملايين البراميل هي اكس والاستهلاك المحلي هي الواي الاستهلاك المحلي هي الواي وهذه هي القيمه المتوقعه من خلال معادله الانحدار الخطي البسيط استخدم هذه المعادلة للتنبؤ بقيمة الاستهلاك المحلي عندما يصل الانتاج إلى 16 مليون برميل فبالتالي بعوض الاكس بكم؟ نعوض الاكس هنا ب 16 يلا نسمي بسم الله فبقول واي القيمة المتوقعة لواي 0.36 في اكس زائداً 3.26 وبالتالي راح أقول هنا كم يساوي هذا؟ هذا طبعاً نضع هنا كم؟ نضع 16 ونحن نستخدم طبعاً آلتنا الحاسبة في إجراء الحسابات فأقول 0.36 ضرب ستة عشر زائدا ثلاثة وبالتالي الناتج حيطلع كم تسعة إذا نقول هنا تسعة إذا هذا هو الاستهلاك المحلي إذا هذا يمثل الاستهلاك الاستهلاك المحلي المتوقع الاستهلاك الحلي المحلي المتوقع بهذه الصورة، يعني العملية شفناها بسيطة جدا، مجرد انك توصل لمعادلة الانحدار حتسهل عليك الامور. بذلك يعني نختم هذا الدرس بمعرفتنا للفرق بين الارتباط والانحدار. احنا اخذنا الدرس السابق الارتباط اللي اخذنا فيه في البيانات الكمية معامل بيرسون وفي البيانات النوعية الترتيبية اخذنا معامل سبيرمان والان الانحدار اللي هي معادلة القيمة المتوقعة لإكس الام إكس زائدا بي فنبغى نعرف الفرق الحين بين الارتباط والانحدار الارتباط دائما يشير إلى طبيعة ومدى العلاقة يعني أبغى أشوف طبيعة العلاقة بين المتغيرين قلنا في الارتباط عندنا الارتباط الطردي إذا زاد العنصر الأول يزداد الثاني وإذا نقص الأول ينقص الثاني والعكسية إذا زاد واحد ينقص الثاني او اذا نقص يزيد فبالتالي يشير الى طبيعه العلاقه بين المتغيرين بينما في الانحدار يدرس تاثير المتغير المستقل على المتغير التابع فبالتالي نلاحظ ان قد يعني في, الـ في, الـ في, الـ في الـ الان حيكون عندي متغير مستقل ويؤثر تاثيرا مباشرا على متغير تابع فاحنا نبغى ندرس هذا التاثير بصوره مباشره. ايضا من الفرق بين الارتباط والانحدار ان الارتباط ترتبط المتغيرات ارتباطا فرديا او عكسيا اذا كان لمعامل الارتباط قيمه موجبه او سالبه كما ذكرنا، اما معامل الانحدار الموجب يعني أنه لزيادة لكل زيادة وحدة واحدة في إكس هناك زيادة مقابلة في الواي مثل ما قلنا في الميل قانون الميل تذكرون يوم قلنا إحنا نروح خطوة واحدة يمين ونشوف والله كم صعدنا ولا كم نزلنا هذه راح معناها أن كل زيادة وحدة في إكس هذه الخطوة لليمين من خلال الميل وبعدين أشوف والله كم التأثير اللي راح يصير وكذلك معامل الانحدار السالب يعني ان كل زياده في وحده هناك انخفاض فبالتالي اذا كان للاعلى حيكون الميل موجب واذا كان للاسفل حيكون الميل سالب بهذا الشكل بينما الارتباط يعطينا انطباع فقط عن هذه القيم كيف طريقة الارتباط فيما بينها وبذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي درسنا معكم معادة الانحدار الخطي البسيط وبذلك نكون انتهينا من دروس الفصل الثالث إن شاء الله في الدرس القادم حناخذ التقويم الختامي لهذا الفصل وفي الدرس الذي سنأخذ تطبيقات مسار إدارة الأعمال نتمنى من هنا إلى ذلك الحين أن نلقاكم وانتم بخير وصحه وسلامه دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته